Sonuba Pentinenga Isokago. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. جمعية اللغة النوبية بواشنطن عملت برامج تعليم اللغة النوبية لكثير من الساكنين في واشنطن وفرجينيا وبرضو شاف أريغون الشفع برضو درسناهم وبرضو عملنا تدريس بواسطة واتساب لناس في أرجاء الوطن وأرجاء العالم ودي برضو بظهور راديو يكوني قلنا نقدم برنامج لتعليم اللغة النوبية كتابة وقراءة لأنه اللغة طبعا وطن ثاني بيقولوا ولغتنا هي هويتنا لنحافظ عليها ممكن تشوف الفيديو ده طيب اللغة النوبية ذاتها هي شنو وكان متين وبدايتها نقدم الليلة مقدمة عنها طبعا المملكة المروية كان عندها حروفها وكانوا بيكتبوا ولما سقطت اختفت الكتابة وبعدين مع ظهور الممالك النوبية الثلاثة اللي هي النوباتيا والمقرة وعلوة استخدمت الحروف هي كانت الحروف المنتشرة هي الحروف الإغريقية مع إضافة بعض الحروف قبطية وأخرى محلية الحروف النوبية كلها كم حس اللي بنستعمله وبندرسه بيه هي 19 حرف ثابت وخمسة حروف متحركة من 19 حرف الثابتة ثلاثة حروف اقتبست من الأبجدية القبيطية وهي شا اللي بنطق شا كده وكتابتها كده وهوري هوري اللي هي لحا هوري وحرف تاني بينطق تشا 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 اللي زي سي اتش تشا دي الثلاثة حروف القبطية اللي اضيفت للحروف الإغريقية اللي كانت مستعملة في ذلك الزمان عالميا طيب وفي تاني ثلاثة حروف مروية اثنين منهم بيتنطقوا بالنون الأنفية يسموها النون الأنفية واحدة منهم إنجا 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 ممكن تستعمل في أننجا إنجا إنجا وأبننجا ونوبينجا هذه دي الحرف الثاني نيا نيا برضو حرف نون بيسموها النون الأنفية نيا نيا ونيا نون أنفية وفي حرف تاني اللي هي مروية بيسموها واو المروية واو المروية واو المروية في الواو اللي في الحروف القبطية سوري حروف الإغريقية ما بنستعمله الزا ما بنستعمله والخا ما بنستعمله الزا ما حبينا نستعمله لأنه السا بيستعمل في السين والصاد والزا وما شابه ذلك طيب دي الكلام العام عن الحروف واستعمالها ونبذة صغيرة عن تاريخ حقها
طيب إذا استعملنا الحروف 19 الحرف الثابت والخمسة حروف المتحركة عشان نكتب في اللغة النوبية في قواعد ثابتة. واحد أي الحروف كلها بتطابق الصوت النوبي، بمعنى أي صوت تطلع منك عندها حرف، بخلاف الإنجليزي. إنجليزي مثلا عشان تكتب ش بيكون اس اتش، وثرو مثلا ثرو تي اتش ار او يو جي اتش ثرو، كل هذه لحرف واحد. لكن في اللغة النوبية كتابة أي حاجة أنت بتنطقها لها حرف معين، واستعمال الحروف المتحركة واللي هي vowel letters. vowel letters دي بتخلينا ما نستعمل التشكيل اللي في العربي. التشكيل اللي في العربي أ عندها حرف متحرك، أو عندها حرف متحرك، إي عندها حرف متحرك، عشان كده ما فيها تشكيلات. طيب الكتابة في النوبية أي حرف لا، يعني بمعنى انه لا يمكن كتابة اكثر من حرفين ثابتين ما لم يتبعه حرف متحرك. مثلا مثلا إلو، لو تقول إلو إلو أنت، إحنا طبعا هناخد الحروف بعدين، لكن إي لو إلين إل وإل وبعد كده بتجي الأو، لا بتجي أو. ما ممكن تكتب ثلاث حروف مثلا باء آر آر آر، ما ممكن ثلاث حروف تجي عشان تمشي مع الصيغة أو الصوت النوبي. تاني ما ممكن، لا يمكن استعمال حرفين متحركين ورا بعض مع بعض، يعني عشان كده الحرف المتحرك نوعين، حرفين الحرف المتحرك بيكون نوعين، شورت أو قصير، واللونج اللي هو ممدود ممدود. طيب هي شنو الحروف المتحركة؟ الحروف المتحركة هي شنو؟ شبه ايه، زيها شكلها ايه، لكن حبة طريقة الكتابة بيختلف شوية. الاي اي الاي الانجليزي الخط واحد دي بنطق اي اي، والاي زي الاي الانجليزي شوية بقوس ايه ايه. الاو هو نفس الاو او. طيب او و او
في فرقين او 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 معها شكل الواي او اي اي او او ا زي امن دكي ابا انين في الاول اي زي اير اسي انين ايبو الاي دائما الناس بتلخبط بين اي والاي الاي نستعمل الاي وين ممكن تكون اسي اسي للدناغلة مويا و اريد نسي برضو عندنا اسي اسي اي او الاخت اسي برضو اسي الاي انين شو الفرق اي و اي وهنا الاو وبرضو الناس بتلخبط فيها هي او او اولو 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 الاو زي برو اور اور الراس والله امنين تجي دي الحروف الشورت vowel letters طيب لما يكون ممدود او long what we going to do ال A ال A ال A طبعا هناك زي ال A لكن بتنطق في النوبية A أمن بتقول لك أمن 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 لك أنا ما داركت بالكلمة لحد ما نتعلم الحروف الثانية أمن ال اي طيب لو مديناها كده هتكون شنو تار تار تارو هي ممدوده بالتاورة التارو كارو ال اي ال اي لما تمديها لما تمديها تخط فيها شرطة التمديد بيكون بس فوقه شرطة بفوق طيب هنا مثلا إر إر الممدود إر لوك الإي فيها زي سكون إر هنا نفس الكلام لو مديناه إير إير بغير المعنى إر أنت إر وإير لو عملنا إير اللي هو الحكيم او العلامة بتجي طيب ال ايه تر تر الايه لها بين التاء والراء تر زي فيها سكون تر لو عملناها ممدودة نفس الكلام تير تير قريب او الريليشن شيب اللي عنده يعني امك وابوك وخالك وراي تير الثالث او او نوك نوك نا او جي جا نوك امشي نوك لو مديناها بيتغير نوك 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 الاو الأو بدون ممدود أر 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 أنت أر أو الرأس أر لو عاوزين ممدودة أوني 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 اتمدد بقت ممدودة دي الحروف المتحركة اللي هي بتخلي الصوت ممشي متناسق وبيمنعنا من التشكيل من تشكيل الكلمة
تاري الحروف الثابتة هنأخذها في الدرس الجاي إن شاء الله، وممكن نسمعكم هنا فيديو. لو اشتغل وقت ولا وقت راح ضرب. اوكي anyway فاضل لنا زي 5 minutes اتخيل. تاني نتكلم تاني بالكلام اللي قلناه كلها. طيب نكررها. من القواعد الأساسية في اللغة النوبية إنه أي حرف تنطق، أي صوت تتنطق له حرف معين. ما في silent، ما في double letters عشان تكون لك صوت معين زي الشاو والجاو، هاي زي كلها عندها كل صوت عنده حرف معين. نمرة 2، عشان تكتب أي كلمة ما ممكن تكتب حرفين ثابتين ما لم يتبعه حرف متحرك، يعني لازم تتعلموها. أي صوت له حرف معين، ما ممكن تكتب حرفين ثابتين ما لم يتبعه حرف متحرك. الحروف المتحركة ما ممكن تدبلها، لأنه إذا ممدودة بنخط فيها الشرطة، إذا ما ممدودة بتكتب زي ما هو. في نقطة تالية نحن ما قلناها، إنه أي حرف في البداية، أي كلمة في البداية بيكون حرف ثابت زي را مثلا، ويجي بعدها حرف متحرك. والرقم تاني انه الحروف زي ما الناس كثيرة عارفة، ما في ار را في بداية الكلمة النوبية. الكلمة النوبية ما فيها را في البداية. طيب تاني قلنا شنو؟ الحروف المتحركة اللي هي بتساعدنا في نطق الكلمة بدون توقف، اللي هي 5، أ و إي و إي و أو و أو، أ و إي إي أو أو. وزي ما قلنا حرف شورت بدون شرطة، وزي فيها وقفة أو أ إي أو. والحروف المتحركة الطويلة اللي هي ممدود أ بين الأ و أ، إي هتكون إي، و إي هتكون إي، و أو هتكون أو. وجبنا مثال الحرف الأول ما ممدود الشورت أبو، أبو الكلمة البداية أبو. الأ أو ممكن تتعمل كلمة تانية تر، تر هو. لو مدينا نفس الكلمة نفس الثلاث حروف تاء أو أ أو را، لو مدينا الأ بتاعها بتقول تار، تار تعالي يعني تار. في الإي هناخد برضو نفس الكتابة إر، إر يعني لو شاهد إنه إي ورا إر أنت، لو مديناها إير، إير اللي هو العلامة أو الطبيب أو الحكيم. والإيه، والإيه الإيه هيكون شنو؟ تر، تر تا و إيه و را تر. لو جريناها هيكون شنو؟ تير، تير 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 اللي هو قريب. والأو نوغ، مثال نوغ نا و أو و غا نوغ، لو جريناها تكون شنو؟ نوغ، نوغ اللي هو البيت. الأو أر، أر و دبليو
بالأو بتاعنا بالنوبية أو أر أو أو نحن أو لما دينا خطينا في شرطة مبدود أو نحن وأر بدون مد يكون أر أنتو إن شاء الله يكون قدمنا حاجة ودي بداية تجريبية والحلقة الجاية ناخد الحروف الثابتة ونتكلم في توصيل الحروف مع بعضها وتكون إن شاء الله وكون كلها السارونيكون كل غاشا ولغاونا عربري مالين أكري كفر قلوف إن شاء الله الجيل الثاني يكون كتاب أكرا مدرسان تشيلقون درجة وربنا يسعد الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Done.